ثلاث أشهر وهذه الأراضي بلا مياه، 250 ألف دونم هذا ما تبقى من الأراضي الزراعية والبساتين من مجمل 500 ألف دونم للعام الماضي في ديالى، وجميعها مهددة بالموت. فجميع الأنهر جفت خصوصا بعد بناء السدود من الجانب الإيراني وقطع روافد نهر ديالى بالكامل، موسم يعتبر الأكثر خسارة من المحاصيل والأراضي منذ عشرات السنين. أكثر من تقريبا أربعة أشهر إلا شوي، أنا بالثاني الخاص الله شاهد صار تقريبا أربعة أشهر إلا خمس أيام ساقية. يعني شنو ذنب هذا بهاي الناس اللي الدولة المفروض رئيس الوزراء رئيس مجلس النواب المفروض ينتبهون على ديال المحافظ، يراجعون حساباتهم ويشوفون الدول ليش ما ينطونا ماي، ليش غلقوا سدوا المياه من عندنا، شنو ذنب الفلاح؟ يعني هسه لا ظلت ثروة حيوانية لا ظلت بساتين. هدرت الحكومة المركزية ما يقرب من 3 مليارات متر مكعب من مخزون بحيرة حمرين كان سيغطي المحافظة لمدة 5 سنوات متتالية، ولم توفر البدائل كحفر الآبار أو الحفاظ على حصة العراق المائية مع دول الجوار. لذا حمل مختصون الحكومة مسؤولية تراجع الثروة الزراعية وخسارة آلاف الأطنان من الحمضيات والتمور التي تشتهر فيها المحافظة. يعني من المؤكد أن الحكومة العراقية بمختلف وزاراتها فضلا عن وزارة الموارد المائية فشلت في تأمين المياه اللازمة الكافية سواء للمياه الشرب أو حتى للمياه للمزروعات بسبب تقاعسها وتخبصيها وزارة الخارجية العراقية في الانفتاح على دول الجوار تركيا وإيران لضمان حصص مائية للعراق وفق الاتفاقات الدولية. ولأول مرة تختفي المحاصيل المحلية والعراقية من الأسواق، فيما تستهر المستوردة من دول حاولت لأكثر من مرتين السيطرة على الأسواق من خلال ورقة المياه. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.